بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان رقم 46 اللي هو 22 في الشامل اللي هو صفحة 106 او تقريبا 32 على ما اظن او اتذكر، يعني 130، ده صفحة 130. هات الصفحة كده زي الشاطر وتعالى بسم الله. طيب اول سؤال معانا، الراجل بيقول لك يا باشا not our stories that teach a moral. انا قلت لك قبل كده مرة واثنين وثلاثة القصة دي، بس احكيها تاني على السريع. عايزك تعرف ان كلمة legend دي، ليجند دي معناها أسطورة، قصة عن شخص قديمة، أو كلمة ليجند معناها شاطر، أسطورة بمعنى شاطر. حلو، عشان كده لما أجي أقول لك مثلا زي ما قلنا 100 مليار مرة أبو تريكة، ولا يحق إن إحنا نضرب المثال ده غير على أبو تريكة، إز أ ليجند. أبو تريكة ده أسطورة إن فوتبول، يعني شاطر في مجال كرة القدم. أو إنك تحكي عن عنترة بن شداد as a legend، يعني عنترة بن شداد كشخص من الشخصيات القديمة. الحاجة التانية جبنا كلمة myth اللي هي أسطورة اللي عكسها fact اللي معناها حقيقة، واتفقنا قبل كده إن كلمة myth ده معناها قصة ربما تكون صحيحة أو خاطئة. لما أجي أقول لك مثلا إن لما لو الكهرباء قطعت عليك وأنت قاعد بالليل لوحدك، فأنت لازم تنور أي حاجة لأنك كده الإله ما بتحبكش، دي اسمها أسطورة. أي هبل في أي هبل. طيب كلمة fable بقى، fable دي قصة هدفها تعليم درس، قصه بتعلمك درس. حتى تلاقي دايما بيجيب لك في تعريف القصه الفيبل دي يقول لك حاجه بتعلمك مسج، يعني رساله، او لسن يعني درس، او مورال يعني قيمه اخلاقيه، حاجه زي دول. الراجل في اول جمله كده قال لك بعلمك مورال من اولها كده، يبقى عم الحاج قصده على الفيبل. طيب ذا تيكينج فوتوز التقاط الصور از نوت بروهيبيتد معناها محظور، يعني ممنوع صفه، فانت عايز قبلها ظرف، يبقى استريكتلي معناها بشكل صارم، ممنوع بشكل صارم داخل المعبد. استريكتنس اللي هي الصرامه، استريكت يعني صارم صفه، ريستريكتد معناها محظور. ذس تريننج شود نوت يو هذا التدريب يجب ان يو يعمل لك ايه، فور بيتر جوب لوظيفه اكتر، فولسيفاي يعني يخطئ، كلاسيفاي يعني يصنف، كواليفاي يعني يؤهل، لكن عندك تيستيفاي يعني يختبر. A plane is not take off الطيارة is a take off. is about عايزة بعدها to، is about to، is going عايزة بعدها to. طيب is going to be ده لو مجهول، يبقى is about to يعني على وشك أن تقلع. يبقى رقم 6، رقم 5 يا عم. The trip was so incredible that we enjoyed it الرحلة كانت لا تصدق لدرجة إن احنا استمتعنا بيها. incredible هنا معناها terrible يعني سيئة، horrible فظيعة، ولا wonderful رائعة، اكيد رائعة. امال تيربل دي فظيع يعني سيء، ودي تيربل فظيع يعني سيء برضو. she spent 5 hours not انت عارف ان spend بنجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، ولو عايزين حرف جر يبقى on، يبقى revising. we need to exert more efforts to not world peace and development احنا محتاجين ان نبذل جهودا اكتر عشان نعمل ايه في السلام العالمي وتطور. distract يعني يشتت، divide يعني يقسم، افويد يتجنب، وبعدها بيجي الفعل مضاف له اي ان جي، لكن بروموت يعني يرقي، اللي بتساوي كلمه بوست اللي هي بي او او اس تي، وتساوي كمان كلمه انهانس اللي معناها يدعم. I'd rather you not stay here I'd rather لما نجيب بعدها فاعل فحضرتك عايز ماضي، انزع اختيارات، احذف كله وسيب الماضي. didn't معناها ماضي، don't مضارع، دي مش ماضي دي مستقبل، ودي مضارع تام، يبقى الاجابه اصبحت didn't من غير ما تفكر ولا تدبر. لكن في هنا ملحوظه عايز اقول لك عليها، رقم 8 دي، والملحوظه دي مهمه جدا وفي الجول. الملحوظه بتقول لك ايه يا عم؟ ان لما يكون عندي I'd rather يا عم الحاج، فانا قدامي احتمال من ثلاثة، اما ان اجيب الفعل في المصدر على طول ده لو مفيش فاعل، او ان اجيب فاعل وبعدين اخد ماضي بسيط، او ان اجيب فاعل وبعدين بعد الفعل ماضي تام. وعارف حضرتك ان الماضي بسيط لو الجملة زمانها مضارع، وعارف ان الماضي تام لو الجملة زمانها ماضي، ده حلو. طيب عايزك تعرف برضو ان I'd rather ده في الاثبات، النفي بقى يبقى I'd rather not والفعل في المصدر، ويبقى انت كده واد برنس. طب لو انت قلت لي I wouldn't، لو انت قلت لي I wouldn't rather مثلا، وجبت بعدها اي حاجة زي ايا كانت هي ايه، فدي غلط يا حبيبي، ما اسمهاش wouldn't rather، اسمها would rather وبعدين نط في الاخر، دي اللي صح. انتبه للكلام ده عشان كده تبقى انت عارف. no sooner عايز هاد فاعل past participle او did فاعل مصدر. طيب انا عندي هنا كلمة rise يا معلم، rise دي فعل في المصدر، خلاص يبقى ناخد did. طب انا عايز اخد هاد، يبقى هاد the sun rise rose risen، فكنت اخد risen ساعتها بقى معاها. طب who do you usually not by، بواسطة من يعني انت، wash your clothes انت بتغسل هدومك بواسطة مين، لا بواسطة مين ملابسك تغسل، يبقى your clothes washed
هو دو يو يوجوالي يور كلوز، يعني من الذي انت ملابسك تغسل بواسطته؟ لا، جيت يور كلوزز واشد، دي مظبوطه. هافينج ما ينفعش عشان دو عايزه مصدر. طيب دو وداز عايزين بعدهم الفعل في المصدر، فانت محتاج هنا مصدر ودي هافينج. يبقى انا قلت لك كده ايه بقى يا معلم؟ هو دو يو يوجوالي جيت يور كلوز واشد باي، يعني بواسطه من تغسل ملابسك. بالمناسبه بدل جيت ينفع هاف. I arrived، وصلت. أنا كده يا مستر عندي arrived زمانها ماضي، فالرابط عايز بعده برضه ماضي. فأنت بتقول I arrived أو he arrived when I knocked a path so I couldn't answer the door، ما عرفتش أفتح له الباب لأنه لما وصل أنا كنت باخد شاور، يبقى I was having. هتقول لي هو have تيجي مستمر، هقول لك يا حبيبي دي معناها يأخذ شاور مش معناها يمتلك، لو معناها يمتلك كنا رميناها في الشارع. طيب أمال ليه ما ناخدش had had؟ ما أصل had had معناها إن أنا كنت استحميت وخلصت وبعدين هو وصل فهفتح له. He is in a lot of pain because he not his finger. اسمع كده، انت بتقول لي he is، يعني معنى كده ان الجمله زمانها مضارع، فحضرتك عايز الناحيه دي برضو يكون في مضارع. انزل على الماضي قول له اطلع بره، اطلعي بره يا هاد واطلعي بره يا بروك. has broken كسره ولا has been breaking كان بيكسر؟ هو انت اصلا كسر الصباع ده حدث مفاجئ، حدث لحظي، فعشان كده ناخد مضارع تام مش مستمر. ما ينفعش اقول لك يكسر اصبعه او يقع او يفقد او ينجح او يموت واجبها مستمر. الناس دي ما بتجيش مستمر. not decision I make، ايا كان القرار اللي انت اخذته. my dad supports me، ابويا بيأيدني. الجمله دي او الفكره دي انا شرحتها زمان ايام كتب الشرح، فعشان كده بقول لك اسمع المعاصر واي وان، مفيش فكره هتعدي عليك قسما بالله لو اخترع. الفكره هنا عموما بيقول لك يا عم انك انت لو بدأت الجمله بكلمه هاو ايفر، لو هنجيب الجمله بادئه بهاو ايفر، فحضرتك هتجيب بعدها صفه او ظرف طبعا اكيد، وبعدين فاعل وبعدين فاعل. طب لو بدات الجمله يا مستر بوات ايفر، فحضرتك هتجيب بعدها اسم وبعدين فاعل وبعدين فاعل. طب يا مستر انا افرض ما بداتش جمله لا بدي ولا بدي، ممكن اجيب از في الجمله؟ اه، بس هتجيب اللي قبلها الصفه او الظرف وبعدين از وبعدين فاعل وبعدين فعل. وتعالى اما اديك على كل واحده من دول مثال سريعا. عايز اقول لك برغم كونه قويا هو خسر. والله كلمة قوي دي الصفة، فراح أنا قايل لك سترونج وبعدين از الفاعل هي وكان يعني ووز هي فيلد مثلا. يلا برغم كونه قويا هو رسب أو وات ايفر أيا كانت القوة بقى، فتروح أنت قايل لي وات ايفر باور، وات ايفر بيوتي، وات ايفر ماني، وات ايفر أي اسم. هي هاز، يعني أيا كانت القوة التي هو يمتلكها. ونكمل الجملة. أنا عايز أعمل بهوفر في أول الجملة، عايز أقول لك برغم كونها جميلة لم تتزوج، فراح انا قايل لك هاو ايفر بيوتيفول اللي هي مين؟ جميلة. شي ووز برغم كونها جميلة، شي از ستيل سنجل، شي از سنجل برغم انها جميلة الا انها عزباء. يجي الراجل في الامتحان يقول لك نوت بيوتي بيوتي شي هاز، وكمل الجملة من غير ما تكمل الجملة يا بيبي، بما ان انت عندك بيوتي. والله بيوتي دي يا باشا بتمثل ايه في الموضوع؟ بتمثل اسم، ولما يكون في اسم بناخد وات ايفر. حلو. طب لو قال لك في جمله بقى مثلا تانية، قال لك نوت، قال لك مثلا باد لي نوت هي سبوك، هي سبوك، يا ترى هنقول بادلي از ولا بادلي هاو ايفر ولا بادلي وات ايفر؟ لا انا حافظ الموضوع اصلا يا مستر، وعارف ان لما يكون عندي في اول الجمله صفه او ظرف ناخد بعدهم از مباشره، فحضرتك تاخد از، لكن هاويفر عايز الصفه بعدها، واتيفر عايز اسم بعدها. انتبه لفكره ان هاويفر دي كده مكانها في اول الجمله. طب لو جبناها في نص الجمله، فهاويفر دي يا بيبي ليها اول حاجه كده انك تجيبها سمول في نص الجمله قبلها كوما وبعدها كوما، او انك تجيبها في نص الجمله هاويفر كده هو كابيتال بس هتحط لي قبلها نقطه وبعدها كوما وتكمل، او انك تشيلها وتحط مكانها يت وقبلها كوما وتكمل، او انك تشيلها وتحط مكانها بط وقبلها كوما وتكمل. الناس دول كلهم كده معناهم ولكن. she studies hard however she fails او اي واحده من دول، ومعناها هي بتذاكر باجتهاد ولكنها ترسب. يبقى however في نص الجمله معناها ولكن، however في اول الجمله معناها برغم. طيب ارجع كده لسؤالك يا حبيبي كده وشوف الراجل قال لك هنا decision، يعني decision يا ابني يعني قرار، عباره عن اسم ولا صفه ولا ايه ده بالظبط؟ لا اسم حضرتك، يبقى تاخد whatever على طول يا معلم اللي هي رقم سي. طيب امال ايه whoever؟ whoever ايا كان. طب ما تديني كده لما اجي في جمله مثلا اقول لك not you are you are I am not afraid، يعني ايا كان انت مين انا مش خايف، يبقى انا كده عايز who
ever. طب لو قال لك not you go we will meet، يعني ايه؟ اينما تذهب سنتقابل، اينما يعني اين، يبقى انا هقول لك هنا where ever. طب لو قال لك not you are ready ready just tell me tell me، بيقول لك ايه؟ وقتما تكون جاهزا اخبرني. وقتما يعني وقت، يعني when، فاقول لك when ever، يبقى when ever وقتما، where ever يعني اينما في اي مكان، who ever يعني ايا كان الشخص. حته كده من الحاجات المهمه اللي عايزك تركز فيها، الله يبارك لك يا شيخ. السؤال رقم 14، الراجل بيقول لك في 14 which of the following sentences is punctuated correctly، ايه من دول معمولها ترقيم سليم يا عم؟ after looking at my tests، بعد النظر في اختباراتي، the doctor said، الطبيب قال، that I had some kidney stones، بيقول لك الدكتور قال ان انت عندك يا ابني بعض الحصوات في الكلى. الخطأ اللي هنا اللي انت خدت بالك منه ان عامل لك هنا سيمي كولون، المفروض ان انت تقول لي after looking at my tests تعمل كومه عشان انت بقت الجمله بالرابط، وتعمل الكومه وتكمل الجمله من غير حاجه تاني خالص، فدي باظت. طيب after looking at my tests doctor said، وعمل لك كومه، غلط يا معلم. المفروض after looking at my tests، بعد النظر في الاختبارات، دي جمله خلصت، الكومه تبقى هنا، يبقى كده دي غلط. طيب دكتور said that I had some kidney stones، كده شكلها صح. after looking at my tests that فين فين الكومه؟ نسي يعمل الكومه برضو. طيب بعد النظر في التيستس الكومه، الدكتور said that I had some kidney stones، يبقى الاجابه رقم دي مظبوطه وهي اللي صح. الملحوظه اللي انا عايز اقول لك عليها هنا يا صديقي الغالي هي الاتيه، انتبه الله يبارك لك، انتبه علشان خاطري للملحوظه دي عشانها مهمه لبعد بكره الصبح. ايه الملحوظه دي؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لو بدات الجمله يا ابني بالرابط، فحضرتك تكتب الجمله وبعدين تعمل كومه وتكمل الجمله. طب يا بيبي لو الرابط في نص الجمله، فحضرتك بتكتب جمله كده وجمله كده، وعايزك تكتب بص دي بدون كومه، انت كده مش محتاج كومه لان الرابط فين؟ في النص. طب لو الرابط في اول الجمله، نعمل الكومه في النص على طول، متفقين؟ طيب على فكره مش لازم يجيب لك رابط، ممكن الجمله تبدا بمثلا، يقول لك مثلا على سبيل المثال asking for money، وتروح عامل كومه كده زمان cried، بعد ان طلب المال الرجل بكى، عملت الكومه ليه؟ لان دي جمله ودي جمله، فانت بتعمل فاصل بين الجملتين يا حبيبي باستخدام الكومه دي. طيب ارجع كده للسؤال اللي احنا عليه الدور في صفحه 131، الراجل في 131 بيقول لك يا عم كبر بس الصفحه عشان حضرتك تستمتع كده وتندمج معايا وتندهش، جاب لك قطعه يا معلم، تعال نشوف القطعه كده نقراها كلمه كلمه. one of the newest things in television technology، واحد من احدث الاشياء اللي في تكنولوجيا تكنولوجيا التلفزيونات is the V violence chip، هو الشريحة بتاعت العنف. the idea behind the V chip اللي هي الفكرة بتاعت الشريحة العنف دي is to protect children from violence on television، هي الهدف منها انها تحمي الاطفال من العنف في التلفزيون. but is that really what it does، بس هل هي ده فعلا اللي بتعمله الشريحة دي؟ This sounds like a good plan، يبدو ذلك وكأنه خطة جيدة. But just like most new ideas، لكن زي الأفكار التانية الجديدة، there are many things that still need to be considered، هناك الأشياء التي يمكن أن التي يجب أن نفكر فيها. كلمة consider يفكر فيه أو يعتبر، زي كلمة think of about، وزي كلمة regard أو ممكن see يفكر فيه برضه. Television producers، منتجي التلفزيونات، don't like the V shape because they feel like they are being monitored and censored، بيقول لك ان الناس منتجي التلفزيونات ما بيحبوش الشريحه دي لانها بتخليهم يحسوا ان هم مراقبين ومرصودين. whose responsibility is it to monitor what can be shown on television or not، يا ترى مسؤوليه مين ان هو يراقب ما يجب ان يعرض على التلفاز وما لا يجب ان يعرض على التلفاز؟ there are many questions، هناك العديد من الاسئله associated with، المصحوبه to be، عرفنا من الكلمه دي في المنهج، this issue، المحوطه بهذه القضيه. for example، على سبيل المثال، who decides the definition of violence، مين اللي يعرف يحدد لنا تعريف العنف؟ does the government have the right to decide this، هل الحكومه لها الحق في ان تحدد ايه هو العنف؟ do the parents، هل الاباء؟ do the broadcasting companies، هل الشركات اللي بتعمل البرامج الاذاعيه او التلفزيونيه؟ what happens if people can't agree، وماذا لو لم يوافق الناس؟ the V-shape is only successful with standards for what it is considered violent and what is not، ال V-shape دي الشريحة دي هي ناجحة مع المعايير اللي بتتعلق بما يجب أن يعتبر عنفا وما لا يجب أن يعتبر عنفا.
Opponents also say، المعارضون لهذه الفكرة يقولون أيضا that they don't think the ship or other such forms of monitoring and censoring will be effective. بيقول لك الناس المعارضين بيقولوا إن مثل هذه الشريحة سوف لا يكون فعالا. Kids know more about technology and how it works. الأطفال عارفين التكنولوجيا وعارفين بتشتغل إزاي أكتر من their parents do، مما يفعله أبائهم. Will they know how to reprogram television just as soon as they set it up with the V-ship؟ هل هم هيعرفوا يعيدوا يعني تعديل التلفزيونات بعد ما يتم وضع هذه الشريحة فيها؟ هو الراجل بيتكلم على مين اللي يعرف يعملوا كده؟ الأطفال طبعا. تعال نشوف أول سؤال. What is the purpose of the V-ship؟ إيه هدف ال V-ship اللي هي الفايلنس شيب؟ هدفها إيه؟ قال لك يا معلم to allow free TV watching، تسمح بمشاهدة التلفزيون بحرية؟ طبعا لا، عشان هتمنع الافلام العنيفة. To protect children from seeing violence on television، ما حماية الاطفال من رؤية افلام العنف على التلفزيون؟ هي دي الاجابة، هتمنع العيال من ان هم يبصوا على العنف في التلفاز. طيب السؤال بعد كده، What is the key question؟ ايه السؤال الاساسي اللي له علاقة بتطبيق استخدام الفايلنس شيب؟ يعني لو عايزين نعمل الفايلنس شيب، ايه السؤال الطبيعي اللي احنا لازم نسأله؟ اول سؤال، Who has the right to determine what is violent and what is not؟ مين اللي ليه الحق ان هو يحدد لنا ايه اللي عنيف وايه اللي مش عنيف؟ هو جاب دي تنصم في القطعة. How much does it، بتكلفنا كام؟ ما جابش سيرة التكاليف. Where is، هي مصنوعة فين؟ برضو ملناش دعوة. هل في انواع مختلفة من الفي شيب؟ ما جابش سيرة حاجة زي كده، يبقى الاجابة فعلا رقم ايه؟ مين اللي ليه الحق ان هو يحدد كده؟ هل الحكومة؟ هل الاباء؟ وهكذا. السؤال بعد كده رقم 17 يا صديقي، الراجل بيقول لك what is the main idea of paragraph 2؟ الباراجراف 2، الباراجراف الثاني، ادي اول باراجراف يا معلم، ده باراجراف 2 الباراجراف الثاني. تعال نشوف كده، بيقول لك هنا ده يبدو ان هو فكره جيده، ولكن لكن معظم الافكار الجديده هناك الكثير من الاشياء التي ما زالت بحاجه ان نفكر فيها. منتجي التلفزيونات مش بيفكروا ابدا في ما بيحبوش الشريحه دي ابدا، لان هم حاسين ان هي مراقبه وبيخلوهم مراقبين. لكن مسؤوليه مين يا جدعان ان هو يراقب الموضوع ده يا ترى؟ تعال نشوف. وبعدين قال لك بعدها there are many questions associated، مش عارفين دي باراجراف لوحدها ولا لا، وطبعا دي لما يكون انت كاتب كتابه خايبه يعني بتعمل كده. هناك العديد من الاسئله التي لها علاقه بالموضوع، على سبيل المثال مين اللي بيحدد العنف ومين اللي ما بيحددوش؟ تعال نشوف الاسئله كده، الاختيارات نشوف نحدد منها وعايز اقول ايه. طيب، to explain concerns parents have about violence، يعني حدد لنا القلق اللي الاباء بيحسوه، ما جابليش سيره القلق اللي هم بيحسوه، قال لك نعرف مين اللي هيحدد عنيف ولا مش عنيف. explain the benefits، فهمنا فوائد تطبيق الفي، ما قالش كده. explain benefits برضو ما جابش سيره البنفيتس في القطعه دي، هو بيتكلم على مين اللي حدد لي الحاجه دي صح ولا غلط. هو يبقى الاجابه كده explain the questions and issues related to the V-ship، يحدد لك الاسئله والمواضيع اللي لها علاقه بالV-ship. سؤال 18، ايه من دول is not a reason that opponents don't like، هو المعارضين ما بيحبوش الV-ship لاسباب كتيره، ايه من دول مش منهم؟ kids know more about technology than their parents do، العيال دلوقتي بيعرفوا ايه؟ بيعرفوا عن التكنولوجيا اكتر من ابائهم، مش ده سبب كراهيه الناس دول للشريحه. They don't think the V-ship will be effective، لا يعتقدون انها تكون فعالة، ما هي لو مش فعالة رزقهم هينشر اللي هم عايزينه. They feel children will be able to overcome the V-ship، يشعرون ان الاطفال هيتغلبوا على الموضوع ده، طب ما هو ده من مصلحة اصحاب التلفزيونات او مصنعي التلفزيونات. They don't feel it is the government's right to monitor، هي ديت. هم شايفين ان مش من حق الحكومة انها تراقب احنا هنعمل ايه وهنزيع ايه وما نزيعش ايه، يبقى الاجابة رقم دي فعلا. 19 يا باشا، We understand from the text that issue of using V-ships، بقول لك نفهم من القطعة ان قصة استخدام الشريحة ديت has been settled، تم انهائه، لا لسه. Is opposed by، يعني بيعرضوا الاباء، لا الاباء مش بيعرضوا، الاباء عايزين يحافظوا على عيالهم. Shouldn't be discussed، ما ينفعش نناقشه اصلا. ولا hasn't been settled yet، يعني لم ينتهي هذا الصراع بعد، هي دي فعلا. كلمة associated with معناها مصحوب به، ممكن نحط مكانها connected with اللي معناها متصل به او له علاقة به، ودي صح. irrelevant يعني غير متصل، surrounded يعني محاط، divided معناها مقسم، يبقى الإجابة الصح فعلا رقم ايه؟ الحاجة اللي associated with something يعني connected with something يعني related to something، لو related موجودة. أقرب عكس لكلمة consider يفكر فيه يعني يهتم، يبقى عكسها ignore اللي معناها يتجاهل، ما هو تفكر في حاجة عكسها تتجاهلها.
الاندرلايند وورد زي، احنا قلنا كلمه زي بتشيل الاطفال، يبقى دي عايده كيدز. خش على القطعه الثانيه. القطعه الثانيه بيقول لك بيبول ماي بي may be divided into two types. الناس يمكن ان ينقسموا الى قسمين. winners الفائزون and losers والخاسرون. because our families and friends have a great influence on us as they grow. بيقول لك ان الاباء لهم تاثير على البشر طول ما هم بيكبروا. we are poor hopeless بنتولد من غير امل خالص. and dependent ومعتمدين على غيرنا. on our environment في بيئاتنا ونعتمد على بيئاتنا. winners are those who are able to change their situations and become independent by being responsible for their own lives. بقول لك ان الانسان الناجح هو الاشخاص، هو الشخص اللي بيعرف يغير حياته وبيصبح مستقل وما بيكونش معتمد على حد وبيكون مسؤول عن حياته. they don't blame others لا يلومون الاخرين for their mistakes لاخطائهم. الانسان الناجح ما بيلومش حد. they do their own thinking بيقوموا بفعل ما ياتي به في تفكيرهم. they listen to evaluate what they say وبيسمعوا عشان يقيموا ما يقولونه. and then they make up their mind ثم يقررون and take decisions well ويتخذوا القرارات بشكل ناجح. although وبالرغم من ذلك، اسمع بقى دي كده، بالرغم من ذلك they fail at times اي احيانا يفشلون. yet they keep self confidence ولكن برغم ان هم بيفشلوا بيحافظوا على ثقتهم بنفسهم. winners overcome their bad experiences الناجحون يتغلبون على الخبرات والتجارب السيئة. they enjoy work يستمتعون بالعمل واللعب والطعام and world of nature وبعالم الطبيعة. they freely enjoy themselves but they can postpone it if a duty calls. اسمع اللقطة دي كده عشان تذاكر. بقولك ان هم ممكن بيحبوا ان هم يمتعوا نفسهم ولكنهم بيؤجلوا المتعة لو الواجب بينادي بذلك. بلاش متعة النهاردة عشان انا عليا واجبات لازم اعملها. losers بقى حبايبنا الحلوين الجامدين جدا اللي هم الخاسرون، ربنا يكفيك شرهم يعني. losers يا معلم. on the other hand الفاشلون او الخاسرون على الجانب الاخر never learn to take responsibility for their own lives عمرهم ما بياخدوا مسؤولية افعالهم ابدا. there are many causes why people can become losers هناك اسباب كثيرة تجعل الناس خاسرون. disease الامراض، الفقر، التغذية النيوتريشن دي عمالة تكرر تغذية، cruelty القسوة، unhappy relationships العلاقات الغير سعيدة and bad experiences والتجارب السيئة. these can interfere with the normal progress towards becoming a winner. بقول لك الحاجات دي اللي هي مين يا معلم؟ اللي احنا قلنا عليها الامراض والفقر والتغذية. يبقى زي عايد على الحاجات اللي بتخلي الناس اللي تخلي الناس يصبحوا فاشلين او خاسرون. but whereas ولكن وقتما الفاشلون fight these situations ولكن بينما الفاشلون بيحاولوا ان هم يصارعوا الفشل الفقر والمرض وكده اللوزرز هانج اون تو ذم اند يوز ذم از اكسكيوزز الفاشلون بيتعلقوا بالاشياء ديت ويستخدموها كاعذار فور زير لوز لخسارتهم. لوزرز يوجوالي فيل انكشس دايما متوترين وقلقين وغير سعداء وبيزهقوا بسرعه. زي ار افريد تو تراي نيو ثينجز خايفين يجربوا اشياء جديده. اند اوفن ريبيت ودايما بيكرروا زير اون ميستيكس نفس الاخطاء اجين اند اجين مره ومره. الفاشلون spend their lives waiting for something wonderful to happen. الفاشل بيفضل مستني في حياته على حاجة حلوة تحصل له إن شاء الله to save them from their problem عشان ينقذهم ويطلعهم من الفقر والمرض واللي احنا قلنا عليهم دول. but never try to change لكن عمرهم ما بيحاولوا أبدا يغيروا أو يتغيروا. السؤال الأولاني يا صديقي، الراجل بيقول لك هنا according to the passage وفقا للقطعة how can winners change their own life إزاي الناجح بيغير حياته؟ تعال نشوف. by taking responsibility for their own life عن طريق ان هو بيتخذ مسؤولية حياته صح. by waiting wonderful اللي بيستنى الاشياء الحلوة تحصل ده بسلامته اللوزر اهي وقال لك انها ما بتجيش. using mistakes as excuse استخدم الاخطاء كعذر، لا قلنا ده اللوزر اللي بيعملها. blaming others يا باشا ده اللوزر اللي بيعملها. يبقى انت كده عندك الاجابة رقم ايه هي اللي صح. رقم اتنين what does the writer tell us winners should do when they fail at times. بقول لك ماذا يخبرنا الكاتب ان الفائزون بيعملوه، ايه اللي الفائز بيعمله لما بيفشل. they become afraid بيخاف، لا يا معلم ده هو بيجرب. they never keep their self confidence عمرهم ما بيحتفظوا بثقتهم بنفسهم، ده قال لك عندهم ثقة عمياء. they never repeat ما بيكرروش اخطائهم. they spend a lot of time waiting بيستنوا وقت طويل، لا يا معلم ده هو قال لك ان الناس الناجحة عمرهم ما بيكرروا اخطائهم على عكس بسلامتهم التانيين اللي مقضينا بيعملوا نفس الحاجات. ومن الحماقة انك تعمل نفس الشيء بنفس الطريقة ومستني نتائج مختلفة. The passage tells us that losers usually القطعة بتقول لك ان الخاسرون learn to take responsibility، لا اللي بياخد responsibility ده حضرتك الوينر.
الفائزون. بليم اذرز بيلوموا دول بقى حضرتك اللوزرز، انا هكتب الاربعه بس، بتغلبوا على المواقف الصعبه ده الوينر. طيب اولويز تراي دايما بيحاول يعمل تغيير ده برضو الوينر يا باشا. الراجل قال لك ايه؟ بيقول لك ان اللوزرز يبقى يجيب رقم بي كده، هم اللوزرز الوحيدين هنا. از يوز ان الباراجراف 2 كما استخدم او كما هو وارد في الباراجراف الثاني. كلمه زيز بتشير لمين؟ ريزلتس اوف ويننج، نتائج الفوز. لا ما جابش حاجه تفوز، هو كان بيتكلم على الخساره ساعتها، كان بيتكلم على كوزز اوف لوزنج اسباب الخساره ولا ريزلتس اوف لوزنج؟ لا ده هو كان بيقول لك الفقر والحاجات ديت، يبقى كده بيتكلم على الاسباب كوز اوف لوزنج. وفقا للقطعه وات ميكس وينر ديفرنت فروم لوزرز، ايه اللي بيخلي الفائز مختلف عن الفاشل الخاسر؟ الفائز ماله بقى؟ زي دونت ميك رايت ديسيجن، الفائز ما بياخدش قرار صح، ده حضرتك اللوزر بسلامته. زي دونت بليم، لا يلومون الاكشنز اون اذرز، لا يلومون الاخرين على الاشياء، ده الوينر حضرتك. زي دونت ريتش ذير ايم اور ديزاير، ما بيوصلوش لاهدافهم وطموحاتهم، ده اللوزر حضرتك. ما بيفكروش اون ذير اون بنفسهم، ده برضو اللوزرز حضرتك. الراجل بيتكلم على مين هنا؟ قال لك ايه اللي مميز بالنسبه للوينرز؟ الاجابه رقم بي، ان هم ما بيلوموش الاخرين على الاشياء. وفي هنا تركيبه غريبه الراجل استخدمها، عايز تعرفها؟ لما اقول لك بليم شخص فور خطا، تمام، او بليم خطا اون شخص، ركز معايا كده، عشان كده ممكن اقول لك اي بليم انا بلوم عمر فور لوزينج ذا ماتش، بليم شخص فور الشيء، او اي بليم لوزينج ذا ماتش اون عمر، انا بارجع السبب في خساره المباراه الى الاستاذ عمر. طيب الاجابه كده رقم 27 قلنا خلاص هي رقم بي. 28 find in the word in the first paragraph that means to put off until. put off يعني ايه؟ انا حافظ اصلا اقسم بالله، اي عيل يعني خد معايا اربع ايام اكيد سمعني بقول بوست بون يا بيبي يعني يؤجل، بتساوي كلمه delay يعني يؤجل، بتساوي كمان put off يعني يؤجل، يبقى انت حضرتك عايز بوست بون اهي. طيب السؤال بعد كده رقم 29 we understand from the text، نفهم النص ان ايه ربما يسبب الخساره. feeling helpful hopeful، ان يبقى عندك امل، لا يا باشا ده نجاح. المرض والفقر والتغذيه والقسوه، ايوه هم دول، ما هو كان بيتكلم في باراجراف كامل عن الاسباب وقال لك دول فيهم. طب اخر واحده افضل عنوان للقطعه parents and their children، الاباء واطفالهم، winners and losers، الفائزون والخاسرون، bad experiences، التجارب السيئه، استمتع بالعالم الطبيعي، لا الاجابه رقم بي، الراجل بيتكلم عن الناجح والخاسر. هندخل بعد كده حضرتك على جزئيه الترجمه ومن ثم القصه. اول واحده بيقول لك التعاون والتوحد، لا مش توحد، الوحده المفروض، هو قال لك هنا ايه؟ يونيتي الوحده، التوحد دي بره، ده مرض اللي هو اسمه اوتيزم. التعاون والوحده هما الصفتان الضروريتان اللتان نحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا الدوليه، قال لك ناشونال القوميه ارمي دي بره. التعاون والاتحاد هما الصفتان الضروريتان اللتان نحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا الدوليه، برضو قلنا مش الدوليه قلنا القوميه. التعاون والاتحاد هما الصفتان الضروريتان اللتان نجاح نحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا القوميه، يبقى الاجابه رقم دي اللي مظبوطه، ايه رقم واحد كده قلنا دي. اتنين يا برنس. الراجل بيقول لك في رقم اتنين بقى النباتات ضروريه لانتاج النيتروجين، النيتروجين هنا بتطلع نيتروجين يا عم، اسينشال برودوسنج اوكسجين، اكسجين يبقى ترميها في الشارع. النباتات ضروريه لانتاج الاكسجين من خلال عمليه التمثيل الضوئي، وهو امر بالغ الاهميه لبقائنا، كما انها توفر لنا الغذاء والدواء، وانا لمحت كلمه الماء هنا. زي اولسو بروفايد اس ويز فود، الغذاء والدواء والمواد كمأوى والمأوى والملابس، او كمأوى او للاجل المأوى والملبس، يبقى دي بره اللي فيها ماء دي بره، والدواء والمواد اللازمه للمأوى والملابس. النباتات غير ضروريه يبقى كده بوظها، الاجابه كده اصبحت رقم بي وهي اللي صح. ادخل على اللي بعد كده. الراجل بيقول لك يا برنس ذا ريزرفيشن، ريزرف يعني يحجز. طبعا هو قال لك هنا الحفاظ على البيئه، يحافظ على البيئه اسمها بريزرف، يبقى دي طلعها بره. بريزرفيشن اوف ذا بلانيتس، الكوكب، قال لك الحفاظ على البيئه، ما جابش سيره وقال لك ايه؟ الحفاظ على البيئه والتنوع الحيوي على كوكب الارض. سوري لا، يبقى هنسيب البلانيت دي زي ما هي كده عشان نحتاجها. هو قال لك البيئه التنوعيه البيئيه بتاعت الكوكب از ابسولوتلي essential with the survival of all creatures. تاني بقى كده واحدة بواحدة. الراجل بيقول لك
the preservation الحفاظ على of the planet's environment and biodiversity is absolutely essential with لا essential for المفروض يا حاج دي بره كده. طب نشوف اللي بعدها of the planet's environment and biodiversity is absolutely essential for the survive. لا المفروض البقاء survival لكن survival يعني يبقى حيا. يبقى الإجابة كده أصبحت رقم دي يا معلم من غير ما نكمل قراءة كل الواحدة من اللي فاتوا دول فيهم خطأ. باقي معايا كده رقم 34 والأخيرة. الراجل بيقول لك technology has made education more available. أنا لمحت مور ولمحت هنا لس عيني على الاثنين وأنا بقرأ متاح أكثرا يبقى مور. يبقى لحد دلوقتي كده الأولى صح for people with online learning platforms and educational apps. يعني حد هنا كده هنقرأ technology has made education more available for people with online learning platforms and educational apps. ماشي students can access learning materials and coursework from anywhere with an internet disconnection. لا مع اتصال connection دي مشيت بقى معايا الاولى والاخيره. الاولى كانت معايا لحد كلمه connection ديت صح internet connection. طيب انا كده معايا الاولى والاخيره. طب تعال نشوف كده technology has done education. لا ده هي جعلت يعني ميد غلط غلط غلط. يبقى الاجابه كده رقم ايه اللي صح. باقي معاك سؤالين القصه اللطفاء سؤالين القصه الجامدين. تعال نشوف كده اول سؤال. الراجل بيقول لك through من خلال يعني ذا ستوري او عبر القصه يعني ماجويتش ريميند grateful تو بيب تيل ذا اند اكسبلين. من القصه كلها ماجويتش فضل ممتن لبيب لحد النهايه. اشرح لنا القصه ديت. هنروح قايلين من الاول كده since بيب منذ بيب هيلبد ماجويتش من يوم ما بيب هيلبد ماجويتش برينجينج محضرا له برينجينج هيم فود اند فايل محضرا له الطعام والمبرد ماجويتش decided to help him all his life. So لذلك رقم واحد he sent him money all the time. رقم اثنين he made him a gentleman جعله gentleman. رقم ثلاثة he defended him يعني دفع عنه مخبرا جو ذات انه he stole the food from his house. يبقى كده انت جاوبت يا معلم السؤال كامل. انت قلت لي منذ بيب ساعد ماجويتش عن طريق احضار الطعام والمبرد ماجويتش قرر ان يساعده طوال حياته فارسل له المال وجعله جنتلمان ودفع عنه كثيرا. How do you think Bib rabbit his debt to Magwitch? كيف تظن ان بيب دفع الدين اللي كان عليه مرة تانية لماجويتش؟ لا ده حاجات كتير ممكن نقولها. تعال نشوف كده. رقم واحد once مجرد ان ماجويتش came back to England او from استراليا عشان تبقى احنا عارفين النص زي ما هو جه كده استراليا. بقول لك منذ ماجويتش جاء عاد من استراليا بيب هاز هيلبد او خليها بقى نقول هيلبد علشان انت قلت لي كيم ماضي بيب هيلبد هيم بي سيف بيب ساعده ان يكون امنا. الحاجه الثانيه بيب ترايد تو هيلب هيم اسكيب بيب حاول يساعده انه يهرب. رقم اثنين وين ماجويتش was put عندما ماجويتش وضع in prison في السجن بيب defended him بيب دافع عنه. وبكده خلصنا حضرتك الامتحان والحمد لله ندخل على الامتحان الذي يليه.